Good morning. قبل ما نبلش بدرسنا لليوم بحب أذكركم بأهمية وضع الكمامة، غسل الإيدين والتباعد الاجتماعي لحتى نحمي حالنا ونحمي المنحبون من خطر الإصابة بفيروس كورونا. هلا خلينا نبلش بدرسنا. هلا بدنا نحل هيدي الإكواشن 319 بلس رقم ما بنعرف شو هو، بدها تعطينا 902. 319 منزيد عليها شيء لحتى تعطينا 908. هلا بدنا نعرف شو هو هيدا الرقم اللي زدناه على 319. كيف؟ اول شيء بنشوف ايو الرقم الاكبر، 319 اكبر ولا 902؟ نطلع على الهاندردز، 3 اكبر ولا 9؟ 9 هي اكبر، فبنحط اول شيء 902. بعدين هيدي بلس شو بدها تصير؟ بتصير ماينس، بننزلها تحت بتصير ماينس. عنا هون منحط الرقم الثاني اللي هو 319. طيب عنا 2 ماينس 9، 2 ناقص 9 ما بتزبط، 2 هي أصغر من 9، فبدنا نستعار من الرقم اللي حدا، الرقم اللي حدا هو 0، 0 ما بنقدر نستعار منه، فبنستعار من 9 شو بتصير؟ 8 صارت 0 صارت 10، بس بدنا نستعار منها 1 لل 2، ف 0 بتصير 9 وال 2 بتصير 12 ماينس 9 قديش بتعطينا؟ 12 ناقص 9 هي 3. هلا عنا 9 ماينس 1، 9 ناقص 1 قديش بتعطينا؟ 8. وعنا 8 ماينس 3 قديش؟ 8 ناقص 3 قديش بتعطينا؟ 5. The answer is 583. خلينا نجرب نحلهم فوق بعض. منحط الرقم الأكبر من فوق، 902 هو الرقم الأكبر. منحط إشارة الناقص، منحط 319. 319. مثل ما بنعرف، الونس على الونس، تنس على التنس، الهاندردز على الهاندردز. مثل ما قلنا منستعرف 2 هي أصغر من 9، فمضطرين نستعار من الرقم اللي حدا، الرقم اللي حدا هو 0، فمنستعار من 9 بتصير 8 0 بتصير 9 و2 بتصير 12 ماينس 9 قديش بتعطينا؟ 3 9 ماينس 1 قديش بتعطينا؟ 8 ماينس 3 قديش بتعطينا؟ 5. صار الجواب هو 583. هلا لحتى نتاكد من انه جوابنا صحيح، انه ال 583 هي مزبوطه، شو لازم نعمل؟ نجمع 583 مع 319. خلينا نجرب نجمعهم. اول شيء 583 583 بلس 319. 9 زائد 3 قديش بتعطينا؟ بتعطينا 12. بنحط 2 بالونس والوان فوق التنس فوق الايت بالتنس. عنا 8 بلس 1 هي 9، وعنا 1 صارت 10. بنحط 0 والوان بنحطه فوق ال 5 بالهاندردز. عنا 5 بلس 3 قديش بتعطينا؟ 8، وعنا 1 تطلع 9. الجواب طلع معنا 902، يعني اجابتنا صحيحة. تطلع الايكويشن 319 plus 583 equal 902. يعني 319 زائد 583 بتعطينا 902. الجواب هو 583. Good job. هلا بدنا نحل هيدا الإكواشن 3109 plus رقم ما بنعرف شو هو، بدها تعطينا 5014. عنا 3109 بنزيد عليها رقم لحتى تعطينا 5014. اول ستيب، اول خطوه لازم نعملها هي انه نشوف الرقم الاكبر. لحتى نعرف الرقم الاكبر نطلع على اول شيء، عنا هون 3 وعنا هون 5، يعني هون عنا 3000 هون عنا 5000. 3000 اكبر ولا 5000؟ عندنا ال5 هي اكبر من ال3، فشو بنحط اول شيء؟ بنحط ال5 5000
5014. مثل ما قلنا البلاس بتصير ماينس، الرقم الثاني بنحطه 3109. اول شيء بدنا ننقص الفور من الناين، الفور هي اصغر من الناين ما بتزبط، بدنا اجباري نستعار من الرقم اللي حد. الوان بتصير زيرو والفور بتصير 14 ماينس 9 قديش بتعطينا؟ بتعطينا 5. هلا 0 ماينس 0 بتضل 0. 0 ماينس 1 ما بتزبط، بدنا نستعار من الرقم اللي حدا بتصير 4 وال0 بتصير 10. 10 ماينس 1 قديش بتعطينا؟ بتعطينا 9. هلا عندنا 4 ماينس 3 قديش بتعطينا؟ بتعطينا 1. الجواب هو 1905 1905. بدنا نجرب نقصهم فوق بعض. اول شيء شو قلنا؟ بنحط الرقم الاكبر يلي هو 5014 ماينس قديش الرقم الثاني؟ 3109. مثل ما قلنا فورما اصغر من الناين ما بتزبط، بدنا نستعار من الوان. الوان بتصير 0 والفور بتصير 14. 14 ماينس 9 هي 5. 0 ماينس 0 هي 0. 0 ماينس 1 ما بتزبط لانه 0 اصغر من الوان، بنستعار من الفايف. 5 بتصير 4 والوان بتصير 10. 10 ماينس 1 قديش بتعطينا؟ 9. 4 ماينس 3 هي 1. الجواب هو 1905. هلا حتى نتاكد من جوابنا شو بنعمل؟ بدنا نجمع 3109 مع 1905. اذا طلعوا 5014 بيكون جوابنا صحيح. بنحط 3109، بنحط اشاره الجامع، بنحط الونس على الونس، تنس على التنس، والهاندردز على الهاندردز. اول شيء بدنا نجمع الونس. 9 بلس 5 قديش بدها تطلع؟ بدها تطلع 14. بنحط 4 بالونس، 1 فوق الزيرو بالتنس، 0 و 0 هن 0 وعنا 1 بتطلع 14. 1 بلس 9 قديش؟ 10. بنحط 0 بالهاندردز، 1 بالثاوزندز فوق ال 3. عنا 3 زائد 1 قديش؟ 3 زائد 1. 3 زائد 1 قديش؟ 4 زائد 1 5. الجواب هو 5014. نجمع 3109 زائد 1905 بيعطونا 5014. يعني شغلنا صحيح، 1905 هو الجواب. 1905 بس نجمعها مع 3109 بيطلع جوابنا 5014. هلا بدنا نراجع جدول الضرب لرقم 10. 10 times 0 equal 0، 10 ضرب 0 0، 10 times 1 equal 10، 10 ضرب 1 equal 10، 10 times 2 equal 20، 10 ضرب 2 20، 10 times 3 equal 30، 10 ضرب 3 30، 10 times 4 equal 40، 10 ضرب 4 40، 10 times 5 equal 50، 10 ضرب 5 50، 10 times 6 equal 60، 10 ضرب 6 60، 10 times 7 equal 70، 10 ضرب 7 70، 10 times 8 equal 80، 10 ضرب 8 80، 10 times 9 equal 90، 10 ضرب 9 90، 10 times 10 equal 100، 10 ضرب 10 100. وهلا عنا فرض. Goodbye my friends.